السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم بالغراتان، بالغراتان او فيلي ديال البواسون، لو بواسون بلون مع لي زيبينار. سي ان غراتان او زيبينار، شوية ديال الكرهان. بعد ما سلقت قطعت كيلو ديال البطاطا وقطعتو طرونش، درتهم يتسلقوا شوية مع الملح والمنسمات، وهنايا الحوت حتى هو درتو شويه يدوز في المقله مع شويه ديال القزبر، معدنوس، الابزار كما العاده. كديروا المنسمات اللي بغيتو والبصله، كتشحروا غير شي شويه ماشي بزاف، غير نص طياب. دونك طياب غادي يكون ان شاء الله في الفوق، يكمل طيابو في الفوق، خليته نص طياب. وهنا معايا الكغيير اللي غادي ندير من الفوق، وهنا عندي لا بيشاميل اللي حتى هي نسمتها بالزبده والحليب، طلعتها بالزبده والحليب والمنسمات وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، ودرت لها شويه ديال الحرور على حسب الرغبه. اللي بغى يدير شويه ديال الحرور يديرها، اللي ما بغاش دونك يكتفي بغير غير بالابزار وشويه ديال السكينجبير، ماشي بزاف. هنا دونك العطريه عندنا سكينجبير والابزار وشويه ديال الثومه، قزبر، معدنوس كما كديروا التشرميله ديالكم عاديه، وتخليو على جنب. هنا عندي لي زيبين سلقتهم نص سلقه، مسلوقين هنا السلقة، وهنا عندي واحد القرعه قطعتها طريفات باش نزين بها حتى هي. يلا على بركة الله. وخلاص الحشوة على حساب الرغبة، اللي بغى شي حاجة يديرها، اللي بغى شي فلفلة ولا. وانما خصكمش تكثروا بزاف ديال الخضر، حيت ابخي لاهم كيمشي تيتخلط وكيمشي. دونك تكتفيو غير بهاد لي زيبينار، بطاطا وشويه ديال الكرعه بوغ التزيين. باش تعطي شويه ديال القرمشه في لو غراتان. دونك هنا كنحرك شويه باش تحيد ديك لا بيليكول اللي كتكون. ندير غير النص ديال لا بيشاميل باش نسقي به. نسقي به الكراتان ديالي ندير هكذا، نخلي النص دابا غادي ندير لي زيبينار. نحاول نغطي لو كراتان كله بلي زيبينار. ندير الحوت،
حيت هادشي كلشي طايب غير نص طيبه، دونك ما غاديش يتعطل في الفوق. غادي يدير واحد ربع ساعه باش يتحمر كلشي. وهادشي غادي نحاول نوزعه على جوانب ديال هاد الحوت هذا. دابا عندي كلشي مصايب. الشرمولة ديالي موزعه في كل بلاصه. نزيد لا بيشاميل اللي بقات لي في اللي درت نص وخليت نص. ما بقى لي دابا غير ندير الكرويير. ونتمنى تفعلوا معايا وديروا الجرس وتابوناوكم باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فوالا انا ساليت، دابا غادي نخشي في الفوق. غير في الوسط باش يطيب الفوق والتحت ويتحمر من الفوق. وشكرا لكم، إلى الملتقى إن شاء الله. بعد ما طبلينا الكراتان في الفوق حوالي 40 دقيقة، أنا جيتكم في البلا فينال. أنا درت شوية في الطبسيل مع إن سلاد، إن بوتيت سلاد توت ليجيغ، طومات، كورجيت، طومات، كونكومبر، ومطيشة وشوية الزيتون، شلاضة خفيفة. إوا ما تنساوش تفاعلوا معايا مع الجرس ومع مع مع الصابوني إن شاء الله باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله من الحلويات ولا الطياب اللي كان. المهم اللي عطى الله. يلا إلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم.